قامت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في صلاح الدين بتوزيع سلات غذائية بين العوائل المحتاجة في مدينة تكريت، وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات الحزب بعيد تأسيسها 86، حيث بادر إلى استبدال مراسيم الاحتفال بالوقوف مع الأهالي في محنة كورونا. مبادرة الحزب الشيوعي العراقي رغم إمكانياته الضعيفة بادر بتوزيع على الفقراء وأصحاب الحاجة، فبالممكن استطعنا أن نهيئ هذه المجموعة بالممكن إلى فقراء منطقة تكريت. نأمل إن شاء الله في المستقبل أن تتكرر مثل هذه الحالات بالأشخاص المشخصة اللي إحنا مشخصيهم فعلا، فإحنا مستعدين أن نقدم لهم الخدمات الأخرى غير هذه السلة اللي هيئت في اليوم في هذا اليوم. نحن مستعدين للتعاون والمساعدة والدعم إلى ما نستطيع دعمهم كمبادرة أولى. وإحنا أما عندنا كمبادرات فردية هذا موجودة، كمساعدة فقير، كمساعدة كذا، عائلة معجمة، هذا عندنا موجودة دائما إحنا باستمرار، وزياراتنا مستمرة لمثل هذه العوائل، ولكن دون أن نفصح بأسمائهم. التوزيع راح نتوزع على قوائم موجودة عندنا فقراء معجمين إلى درجة بحيث يكون إما مهجرين ومحتاجين وإما فقراء. سنويا الحزب يحتفل بميلاد تأسيسه، والسنة مرت بظروف صعبة وقاهرة، ظروف كورونا وظروف الأزمة الاقتصادية، فالحزب قرر أن نثرية الاحتفالات تتوزع كسلال غذائية للفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، لأن الظرف ما يستوجب احتفالات، لأن احنا نعيش بظرف كل صعب وقاسي على شعبنا، من ناحية أمنية ومن ناحية صحية ومن ناحية من كل النواحي.